لو حضرتك تمتلك قطعة أرض أو شقة أو عقار، سواء مخالف أو مش مخالف، سواء قدمت على تصالح أو ما قدمتش على تصالح، أو تعرف أصلا ليك تصالح ولا ملكش، فالفيديو ده مهم جدا بالنسبة لك، لأننا هنتكلم فيه عن شقين. الشق الأول خاص بالمصالحة على مخالفات البناء، والشق الثاني خاص بتعديل قانون الشهر العقاري، واللي ألزم كل مواطن إنه يسجل ملكيته في الشهر العقاري، وإلا الدولة مش هتعترف له بهذه الملكية. وبالمناسبة الفيديو ده مش متأخر خالص، لأن احنا استنينا لما التعديلات كلها تتم على القانون، والتعديلات كلها تخلص، وتعديلات الوزارية والتعديلات بتاعت كل محافظ، عشان نلم الفيديو ده بالخلاصة كلها عن القانون وتعديلاته وإجراءاته. فركز جدا عشان الموضوع مهم جدا ليك. من البداية كان عندنا قانون رقم 119 لسنة 2008، كان خاص بالمباني وازاي تبني وتبني فين وما تبنيش فين. جت الحكومة في سنة 2017 عملت تصوير جوي للدولة كلها عشان تقدر تعمل حصر على مخالفات البناء على الدولة كلها، وتعرف مين باني على أرض زراعية ومين باني على أملاك دولة وغيره. وفي خلال هذه المدة لحد 2019 كان مجلس الشعب بيجهز قانون المصالحة على مخالفات البناء، واللي تم عليه شوية تعديلات لحد ما صدر لنا بتعديل رقم 1 لسنة 2020، ومن هنا ابتدى تطبيقه. خلاصة بقى من شوية القوانين دول، وانا اعمل ايه؟ تعال اما اقولك. لو انت باني على املاك دولة وما عملت لهاش تقنين، او باني على حرم النيل او اراضي تابعة لوزارة الاثار او وزارة الري، او المبنى مخالف للسلامة الانشائية، فانت الفيديو ده مش مهم ليك. ثانيا كده هنقسم الباقي لنصين. اولا لو انت باني خارج الحيز العمراني في المدة من 11/5/2008 الى 22/11/2017، فروح قدم على تصالح بسرعة وضروري. ثانيا لو انت باني داخل الحيز العمراني في المدة من 11/5/2018 الى 8/4/2019، برضو تروح تقدم على تصالح في اقرب وقت. طب في واحد هيقول لي اثبت منين ان انا باني في المدة دي؟ عندك حل من الاربعة دول. لو انت معمول لك محضر، خد صورة من المحضر ده بالتاريخ ده، هتثبت ان انت باني امتى. تاني حاجة لو مقدم على كهرباء او مية او غاز او اي حاجة، خد صورة من التعاقد هتبين التاريخ اللي انت باني فيه. تالت حاجة شهادة كربونية. رابع حاجة تجيب صورة من التصوير الجوي. طب انا لما اقدم على التصالح، في ناس قالت لي ان انا هدفع تمن الشقة تاني، ارد عليك واقول لك لا هتدفع لا تاني ولا تالت. ده الحكومة عملت تخفيض على اسعار الامطار في كل المحافظات، جنب التسهيلات اللي حصلت، وهي انك هتدفع 25% كجدية تصالح، وهتسدد الباقي على 3 سنين بدون فوائد. طب تعال نحسبها مع بعض حسبة بسيطة. انت دلوقتي مساحة شقتك 100 متر، وتمن المتر على التصالح في القرية بتاعتك او في المدينة 100 جنيه مثلا، اضرب 100 في 100 ب 10,000 جنيه، هتدفع منهم جدية تصالح 2500، وهتسدد ال 7,500 الباقيين على 3 سنين بدون اي فوائد. فده تسهيل على الناس. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني تاخد صورة بطاقتك وتاخد صورة العقد بتاعك، وتروح تقدم طلب تصالح في المركز التكنولوجي اللي انت تابع ليه، والدولة حددت 320 مركز تكنولوجي للتقديم على مصالحات البناء، وهيحددوا لك الرسم بتاعك، وهتدفع 25% في البنك، وترجع بالإيصال ده للمركز تاني، هيدوا لك نموذج 3 لإيقاف أي إزالة أو أي قرار اتاخد ضد العقار بتاعك لحين البت في طلب التصالح. طيب طلب التصالح ده بيتم البت فيه خلال 3 شهور، وحضرتك لازم تستكمل الورق بتاعك خلال شهرين من تاريخ التقديم لطلب التصالح. طب لو حضرتك كان معمول لك محضر وخدت فيه براءة، انت كده في السليم؟ لا، انت خدت براءة في الشق الجنائي، لكن في الشق الإداري انت لسه مخالف، فلازم تجري تعمل تصالح. طب لو ما اتعملش محضر، نسكت عشان محدش ينخرب ورانا؟ لا، انت كده كده حد هينخرب وراك، فاحسن لك اجري وقدم على تصالح عشان وضعك يبقى قانوني. في واحد بقى هيقول لي يا عم انا هستفاد ايه من قانون التصالح ده؟ تعال اقول لك هتستفاد ايه. رقم واحد، ان بيتك هيبقى مترخص ووضعك قانوني 100%. حاجة هتقدر تقدم على اي مرافق، لان انت خلاص بقيت وضع قانوني قدام الدولة. تقدم بقى على غاز، على كهرباء، على مية، على صرف صحي، انت كده وضعك قانوني 100%. طب هتيجي تقول لي لو انا عليا قضايا، التصالح ده هيوقف اي قضية عليك، لان انت خلاص بقى وضعك قانوني، فبالتالي اي قضية متعلقة بهذا البناء المخالف فهي هتسقط من عليك. بعد كده هتقدر ان انت تبني اي دور، او ترخص اي دور تاني، او تعلية، او اي حاجة متعلقة بالعقار هتقدر تتصرف فيها، لان انت وضعك بقى قانوني. كده الشق الاول من الفيديو خلص، ونيجي للشق التاني، وهما الاتنين مرتبطين ببعض ومهمين جدا جدا.
الشق الثاني خاص بتعديل قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، واللي ألزم كل العقارات إن هي لازم تتسجل في الشهر العقاري. بالتعديل ده الدولة مش هتعترف بأي عقد ابتدائي من شهر 3/2021، يعني لازم حضرتك تروح تسجل ملكيتك في الشهر العقاري إما بالتسجيل وإما بدعوى صحة ونفاذ. في واحد هيقول لي أنا عامل صحة توقيع العقد، أقول له أنا آسف، الدعوة دي ملهاش أي علاقة بإثبات الملكية، دي عبارة عن دعوة إجرائية بتثبت التوقيع صحيح ولا لا، لكن ملهاش دعوة بالملكية. اللي بيثبت الملكية حاجة من الاتنين، يا إما التسجيل في الشهر العقاري يا إما دعوى الصحة والنفاذ. ومن غير دعوى الصحة والنفاذ أو التسجيل في الشهر العقاري حضرتك مش هتعرف تتعامل على العقار خالص، ولا تدخل مية ولا نور ولا أي إجراء، ولا تتعامل مع أي جهة حكومية أو غير حكومية، لأن ملكيتك مش مثبتة عندهم في الشهر العقاري. لازم كل مواطن يلحق يسجل ملكيته في الشهر العقاري بطريق من الاتنين. لو حضرتك معاك البائع وهيجي معاك الشهر العقاري يبقى اختصر عليك الطريق، لو البائع مش معاك سواء توفى او رفض ان هو يجي او انت مش عارف توصل له، عندك الطريق التاني اللي هو دعوى الصحة والنفاذ. وبالطريقين دول هتقدر تثبت ملكيتك على العقار قدام اي جهة حكومية او غير حكومية، وما يقدرش حد ينازعك عليه. طب في ناس هتختلف على موضوع صحة التوقيع. صحة التوقيع دي يا جماعة ملهاش اي اثبات للملكية، لان انا ممكن اكتب لحضرتك عقد دلوقتي وانا اللي امضي الطرفين واروح اخد عليه صحة التوقيع. القاضي مش بيبص على الملكية نفسها في صحة التوقيع، لكن هي باينة من اسمها ان هو بيبص على توقيعات الطرفين فقط.